السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، الله يبارك فيكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. نتمنى من الموجودين معنا يكبسوا على الشاشة، نتمنى من الموجودين معنا أنه يشاركوا الفيديوهات. الله يبارك فيكم، حياكم الله. وعليكم السلام أخي أيهم، حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيكم جميعا، نتمنى من كل يشارك الفيديو البث، عفوا تعودنا على الفيديو. سعيد اللي بيحب يشوف الفيديو نزلناه موجود في البايو، كان يتكلم عن غزوة خيبر والشاة المسمومة، فنتمنى من كل يشارك هذاك الفيديو. وإذا حبيتوا أنتم تتابعوا السلسلة كاملة فعلى قناتي على اليوتيوب صياح فتحي صافي، ممكن تتابعوها أخواني الكرام، فسلسلة يعني جيدة وسلسلة تشرح كتاب السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين المبارك فوري رحمه الله تعالى. فعليكم بقراءة السيرة إخواني الكرام، أنا أنصح الناس كلها أنه يقرأوا السيرة النبوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخي خالد، حياكم الله. اليوم كان عندي مني تلخيص كامل يمكن للسنة، فعم يقولوا أكثر المشاهدين إلك، فطلعتوا ثلاثة، أنت من بيناتهم، يعني أكثر الساعات الطويلة التي يشاهدها الأشخاص عندك في القناة، فأنت كنت ثاني واحد في المشاهدات، فالله يجعل هذا عملنا خالص لوجهه الكريم. نتمنى من الكل أنه يشارك الفيديو، ونتمنى من الكل أنه يدعم هذه القناة حتى تكون له ولي صبق جارية، فالدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من دخل وبكل من دعم هذه القناة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم، فهذه القناة بحاجة إلى دعمكم إخوان الكرام. إذا ما أنتم ما دعمتوا هذه القناة ف يعني بتضلها مثل ما هي، ما بتطلع بنوب للأسف، صار يعني صفت القنوات اللي ما لازم تطلع عم تطلع ترتفع. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سؤال، نعم يسأل أحد الناس سؤال. وعليكم السلام، أول شيء شكرا على جهودك في كتابة كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. أنا أخي اللي كتبه، مو أنا، عفوا والدي كتبه، وهو يعني دقق أخي هذا الكتاب. يا أهل الخير، الله يوفقكم، الله هيك يا رب يرزقنا ويرزقكم. مساء الخير، تحياتي أنا وسهلا ومرحبا. في آية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل تنطبق الحكم على المختصين مختصين أم على تطبيق الشريعة؟ كل إنسان لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فنفى عنه الله سبحانه وتعالى الإيمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان الله سبحانه وتعالى كاملا عن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن على ولكن من الحكم بين المختصين أم على تطبيق الشريعة؟ كله أخي الكريم، أخي الكريم كله، أنت درست في معهد الفتح. والله أنا لم أدرس في معهد الفتح، درست في معهد الأمنية، كان هو ومعهد الفتح الإسلامي. معهد الفتح الإسلامي قدمت فيه، ومعهد الأمنية قدمت فيه في سنة من السنوات، بإشراف الوالد طبعا. فلما وصلنا نحن نجحت في معهد الفتح، وثم بعد ذلك نجحت أيضا في معهد الأمنية في دمشق.
لكن سبحان الله عندما مررنا أمام الشيخ، فالشيخ يعني صار يقول نعم لا نعم لا، أنا كنت من ضمن الله. أي والله لحد الآن ما بنساها بنوب، يعني عندما مريت من قدام الشيخ، لا أريد أن أذكر اسم الشيخ يعني، فنجحنا بكل شيء بس صفينا مرور قدام الشيخ، فقال الشيخ لا. يعني هل حكمت علي من منظري مثلا انه انا لا يعني؟ فلذلك يعني كان مذهبه حنفيا يعني المعهد الفتح، وكان معهد امينيه مذهبه شافعيا، والحمد لله درست في معهد الامينيه وحضرت كثير من العلماء الكبار رحمهم الله تعالى وجمعنا بهم في الجنه. السلام عليكم شيخ، السؤال هل يجوز الوضوء مسح الجوارب؟ لا أخي، بدك تغسل رجليك، بدك تغسل رجليك، مسح الجوارب ما بصير، على الخف نعم، أما الجوارب لا. شو بيربك فتحي الصافي؟ أول شيء بقول الشيخ فتحي الصافي، الله يبارك فيك أخي علي، نحن يعني نجل العلماء ونرفع من قدرهم، إنه ليس شخصا عاديا يعني، ليس شخصا عاميا او شخص من 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 الناس الموجودين، يعني انه مثلا شو بيقربك احمد اللحام، شو بيقربك الشيخ فتحي الصافي والدي رحمه الله. فيعني نعطي لكل ذي قدر قدره، يعني محامي يقول شو بيقربك مثلا المحامي فلان الفلاني، شو بيقربك مثلا المهندس فلان الفلاني، الدكتور المفروض شو عند الدكتور بتقول له مرحبا دكتور، بتقول له مرحبا احمد، مزبوط، فوت شو عند الدكتور بتقول له مرحبا دكتور، بيعطيك الوصفة وبتحمي حالك وتطلع، ما بتحكي معه ولا كلمة. أما نروح عند شيخ، فوت لجوا عند منه نحكي له القصة، مثلا بيحكي لنا إنه معه مشكلة صاير هذا الفلان الفلاني مثلا وكذا، وبده فتوى، نعطيه فتوى، لا بوقف سنجع عرض نعم لا، الفتوى مو هيك، الفتوى هيك، بس نحن شاطرين في هذه الأمور سبحان الله، انه نقول لهذا الشخص الشيخ لا ونعم. اما بس بالنسبه للدكتور تلاقيه يقدر يروح عند الدكتور يكتب لك الراشده بدون ما تحكي ولا كلمه، تاخذ الراشده وتطلع تسترجي تقول له دكتور لا غلط، ما تسترجي تقول له دكتور غلط، شو بيقول لك بتهز براسك، الا وقت الفتاوى بتلاقيها كلياتنا بنوقف ببعضنا وبنبلش بقى نحارب بعضنا ونكفر بعضنا. اي سبحان الله، ايه صفينا نحن. نصيحة لتأثير الفراغ في حياة المسلم، والله املأ وقتك يعني بالعلم. انا بعطيك نصيحة لوجه الله تعالى، حبيت تعمل فيها اعمل فيها، ما حبيت تعمل فيها هذا شأنك يعني، بالاخير انت بتعرف شو هي حياتك انت كلياتها. في ناس بيقضوا حياتهم 40 50 60 70 80 سنة ما قدم شيء لحاله، ولا بيعرف شو هي الصلاة، ولا بيعرف شو هي الطهارة، ولا بيعرف كيف يوقف يتوضى، لحد الآن ما يعرف يصلي. ممكن يكون مستحي منه استحاء، يعني انه ما بحب يروح مثلا عند مشايخ، ممكن يكون كبر انه انا اروح وقف هلا واقعد بين ايدين المشايخ واتعلم هلا وانا بعد الكبرة جبة حمراء، زي ما بيقولوا لك هيك يعني هذا المثل الشائع، بعد الكبرة جبة حمراء، وقف هلا انا واطلب العلم. ايه ليش لا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلذلك يعني انصح كل الناس انه ينزلوا، اذا انت مثلا عم تشتغل بمكان تمام وعندك شغل وما عم تحسن، يكون عندك وقت فراغ، وقت فراغك يعني قليل، فلذلك بساعات الاستراحة احسن ما تقعد تفتح العاب وتقعد تلعب، افتح مثلا PDF اقرأ بكتاب معين من اهل العلم الموثوقين، مو اي كتاب تجيبه وتقرأه وخلاص صرت انت هلا ما شاء الله عالم يعني، لا في بعض كتب يعني ما بيقرأ فيها. فلذلك انا يعني بنصحك لوجه الله انه تطالع وتتعلم باذن الله. الشيخ محمد بن ليس شيخا، هذا ليس شيخا. شيخ انا قاعد بتركيا وابوه بسوريا، عم بقول له ما علي معي، ما عم يحكي معي، وانا حاولت اللي تحكي معي، هلا علي اثم
يعني مشكلة، أبوك قاعد بسوريا وأنت قاعد هون، أصلا شو أعمل له حتى ما عم يرضى يحكي معك؟ يا طالع مثلا بدون ما تقول له، يا أما ما بدي بالغ عليه، هو قاعد تحت مقضيها كلياتها هون بالشغل أو كذا، المفروض يعني كل يومين تعمل له تليفون، كل 3 أيام تعمل له تليفون، طمن عليه، شلونك أبي، شو صحتك كذا يعني. فبس يعني المفروض إنه تسأل عن أهلك. انا ما زعلته، بس خالتي مرت ابوي عم تعلموا علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي شغله يعني طويله، هاي الشغله شغله طويله يعني، المرت ابوك يعني وكذا. الله يهدينا ويهديهم. السلام عليكم، نسألك سؤال، هل انت اشعري وهل انت وهابي؟ الشيخ والله هي الحقيقه. اي والله في، انا اعلم بهذه الامور يعني، انه في ناس بتخلي بتزيف يعني الحقيقه على بعض الناس، بتحاول انه يكونوا مقربين اكثر يعني. حسبنا الله، الله يجعل كيدهم في نحرهم، هيك بنقول احنا، ما بنقول الله يجعل كيدهم في نحرهم. كل انسان بيحاول انه يعني يشوه سمعه انسان، الله يجعل كيده في نحره، لأن هذا الأمر يعني سبحان الله يعني ليس جيد أبدا أبدا أبدا، خصوصا يعني إذا كانوا قرايبين كمان يعني. والله مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك تحاول يعني مشتى الوسائل تحكي معه، ولو إنه في مشكلة، لكن أنت عليك إنه تحكي مع أبوك، أنت عليك إنه تحكي مع أبوك، أنت عليك إنه تتكلم مع ابوك كل فتره وتقول له يا بي شلون يضاق علينا، شو اخبارك، وان شاء الله بخير، هيك يعني. يعني تحاول. فاخواني الله يبارك فيكم جميعا، شيخ يجوز حضرات الذكر مع حركات بالراس واليدين؟ يعني الذكر جميل لكن بدون هز. الذكر جميل، الواحد يقعد يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسول الله، ولكن بدون الهز بالضبط يعني. فهذا يعني مشكلة، في مشكلة يعني. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يعني بكل حالتك يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله يعني. فمشكلة هذا النط وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسألك سؤال بترد علي بسؤال. شو سألت أخي؟ شيخ، في شخص عم يشتري ميتور $650 عم يبيعه بعد 4 أشهر $850. إيه ما في مشكلة، وين المشكلة؟ يعني ليس حرام هذا الأمر بإذن الله. اشترى شغلة يعني، إنسان أنا اشتريت عن تلفزيون، اشتريته بـ2000 ليرة، بعد 4 أشهر صار حقه 3000 ليرة، وجدني بعته بـ3000، بيعه ولا لا؟ بقول له 2000 ليرة شاري أنا، لا بيعه، ما في مشكلة، وين المشكلة يعني؟ شيخ أنا بشتغل بالشغل مل كتير، بصير أتفرج مسلسلات في حرمانية. لا تتابع مسلسلات أخي الكريم، المسلم والمؤمن يعني مشغول في ذكر الله، مشغول، هذه الأوقات سوف تبكي عليها يوم القيامة. بعدين مسلسلاتنا يعني مسلسلات واحد يعني ما خرج انه واحد يتفرج عليها، كلياتها خيانات ومع بعض، وكلياتها عدم اخذ يعني مخله بالاداب، وكلياتها ما 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 بتبشر يعني مثلا انه والله تفرجنا انه شيء هيك حبيناه نحن ووجدنا انه في منفعه لنا، بالعكس بس فقط عباره عن ناس خانت ناس وناس نامت مع ناس، اي بس. فنزل لك شي كتاب، احضر لك شي درس علم على فيديو، عرفت شلون؟ افضل لك. انت اشعري وانت وهابي. شكرا، اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. البث ارتفع صار عالي بعدين راح. الله يبارك فيكم، دعمونا البث وكبسونا على الشاشة. الله يبارك فيكم وعليكم السلام. خلي يطلع البث مشان الناس تدخل. الله يبارك فيكم. جاوبني يا شيخ، شو بدي جاوبك؟ هات اشوف.
شو هو السؤال اللي سألتني اياه وما جاوبتك عليه يعني، الا اذا كنت عم تسأل في اسئلة تثير الفتنة. اذا انت عم تسأل اسئلة تثير الفتنة وتسأل اسئلة يعني تريد بها تشويش على الناس وتشويش على حالك، نحن لا نجيب على هذه الاسئلة. شيخ في علي سحر. والله هذا شغل الشاغل اليوم الناس، أكترية الناس كلياتها عم تجينا على التواصل الاجتماعي إنه هي مسحورة، ما ضل حدا بالشام وما ضل حدا بسوريا إلا ما مسحور يعني. عرفت شلون؟ خصوصا بعد ما طلع هذا الفيديو اللي واحد مطلع سحر، ما بعرف منين مطلعه وفتحه، وكان هذا السحر تقريبا طوله شيء 6 امتار يمكن او 7 امتار، فتحوه على ماكينة خياطة. اذا شفتوه حدا شاف الفيديو ولا لا، فشافوه انه مكتوب في طلاسم ومكتوب في كذا ايه. فسبحان الله بتلاقي ناس هلا مشغولة بالامر هذا يعني. من فترة دقونا جماعة، والله نحن وقع ابنه بالحمام، فقالوا هل مسه يعني الشيطان يعني مثلا، هل اجى الشيطان عند منه ودخل فيه انه وقع بالحمام؟ هيك العالم فكرة انه خلص مثلا انه هنيك مثلا الحمام مسكن الشياطين، فلذلك هلا وقع بالحمام فصار هذا فات فيه الشيطان هلا ومسه وخلاص هلا وبكي بكي، وبعدين بلشوا يطلعوا فيه الولد بكي، بعدين وقف على البكي خلاص انا ما عاد بكي هلا، معناتها طلع هلا منه هلا. ما عمل اي نشأة هيك، عمل هيك ما نشأة، معناتها هلا هو قاعد جواته هلا حكي فاضي وخزعبلات الى ما بعد خزعبلات، ويشوا بقى يروحوا عند مشايخ بقى ويلا يا شيخ فكنا السحر، يلا بفك السحر بكلفكم 5000 10000 15000، هذا سحر كثير ثقيل عليكم، والناس تبيع فما فوق او تحتها مشان يفكوا السحر. وهو شغله السحر كلياته اكبر سحر، اكبر سحر قراءة المعوذتين وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة، خلص راح كل شيء. لكن الناس ما عندها الاعتقاد هذا، لا في سحر ولازم نروح على مشايخ وفكوا لنا السحر. ايه هيك. طب يا اخي انا بعطيك الحل، لا حلك غلط، نحن لازم نروح نفك السحر عند شيخ. في سحر شو عرفك انت جاي تقعد انه في سحر؟ خلاص في سحر، لا حدا يعني ينكر انه في سحر، لكن سحر ما في، كلها شعوذة كلها سبحان الله الى ما شابه ذلك. شيخ الله كيف يحب المسلم، صوفي ولا سلفي ولا ازهري ولا اشعري ولا حسبي الله ونعم. انا طالب علم بس المدرسة صوفية، وانا في بعض الشغلات ما عم اقتنع فيها، ما رأيك شيخي؟ والله شوفوا ولا الحرب اللي طلع على الصوفية هذه الأيام يعني بالتواصل الاجتماعي كثيرة جدا 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 يعني. صف العامي الجاهل اللي ما بيعرف كلمتاع بعضهم بيقول لك أنا مو صوفي والعياذ بالله، أقول كأنه الصوفية هن كفرة، كأنه الصوفية هن يعني ما عندهم الدين والإسلام، هن والأشعرية والسلفية هن الماسكين الدين الصحيح وهيك يعني حرب إعلامي. فأنا بنصحك أخي الكريم تدرس، ابحث عن الحقيقة، كن باحثا عن الحق. الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه كان باحثا عن الحق، ونحن بنروي قصته دائما دائما. تحبوا يعيد لكم يا شو صار معه لهذا الصحابي؟ هذا الصحابي شو صار معه؟ هذا بحث عن الحق، بحث عن الحق ووجد الحق، ما خلى لا مجوسية ولا نصرانية ولا فات لجوا إلا بكل الأديان. بس آخر شيء عرف إنه إن الدين عند الله الإسلام. والصوفية هن يعني من 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 أهل الصفة، هن الصوفية هم من أهل الصفة، ليس مذهب هو طريق إلى الله سبحانه وتعالى، تمام. لكن هلا نحن شغلنا بهذا، انت صوفي وانت سلفي وانت اشعري وانت ما بعرف شو كذا، وطعن بالفقهاء وطعن بالعلماء واللا مذهبيه و الى اخره يعني. بلشنا نحن هلا نفوت ببعضنا، تركنا كل شيء بين ايدينا، وهلا جايين نحن نقعد مع بعضنا
وانت مسلم وانت كافر وانت هلا اذا النقاشات بدنا نفتحها هلا نحن. هلا انا بصير عندي البث انا هون للالف، وافتح هلا بثوث هون مباشرة، الناس كلها هون وفوتوا لجوا واحكوا. ايه فممكن انسان من الناس يضل ما يفهم الشيء مزبوط، يضل من وراي، انا ما عندي استعداد حدا يضل من وراي. انا والله رقبتي مو سدادة بصراحة، يعني انا بدي اطلع بكون يعني ما عندي ذنوب، بدي اوقف امام الله سبحانه وتعالى ما اتحاسب، وحاسب حسابا يسيرا، وانقلب الى اهلي مسرورا. اما اللي بحب يتحاسب حساب عسير فيقعد هنيك يفتح بث ويقعد يناقش الناس كلياتها هنيك، ويقعد من هون للصبح، عرفت شلون؟ فانا بنصحكم انه تدرسوا العلم الحقيقي. شوف هلا مثلا هذا عبده، فات عبده ولا ترك الدنيا كلها، وترك صلاته وتصحيح عبادته وكذا، بده هلا يسأل سؤال خارج عن ما نعطيه نحن. شو بدك تقول له لهذا الشخص؟ عرفت شلون؟ شو بدك تقول له لهذا الشخص؟ شو بدك تجاوبه؟ فلذلك نحن نكتفي بس بالكتم، بيك امور نحن نكتفي بس بالكتم. اكتبوا لنا يا يلي قاعد عم يشوش، اكتبوا لنا يا نحن ما عندي استعداد جواب اي انسان على اي سؤال بيخطر بذهنه دغري. هيك بزوز مثلا يجي شخص يفوت جوا على البث يطلع، والله شيخ لابس طاقيه بلبي دانو، ترى تعالوا نساله السؤال. شيخ اين الله؟ الرحمن عرش استوى، شو البراء وال شو اسمها هي الولاء والبراء؟ شيخ تربيت واحد بربي دقنه ولا ما يربي؟ شفت واحد هالع على الصفه شو ساوي؟ هاي الاسئله كلياتها. اعطينا اسئله مثلا، والله يا شيخ انا كنت اليوم عم اتوضى وما دلكت ايدي، ما في حكي. اسئلتنا كلياتها اسئله، يعني عم نروح كل الوقت هذا كلياته بالاسئله. هلا اذا في شخص طلق مرته الطلاق الثالث، قول انت طالق طالق طالق، وحكى الشيخ انه بحالته طلق غضبان ومكره. والله بالنسبه لموضوع الطلاق يعني على الخاص، بعد اذنكم، موضوع الطلاق على الخاص لا نحكي فيه على العام، يعني له عده يعني مسالك، ونريد أن نسأل الزوج والزوجة عن بعض الأمور حتى يعني نرى ما درجة هذا الغضب الذي كان به الزوج. نسأله كم سؤال ونعرف درجة الغضب تبعه. الفقهاء علمونا كيف نحن نسأل هذا الشخص أسئلة ونعرف أنه هو لأي درجة غضبان. في عند منكم مستويات بالنسبة لموضوع الغضب إخواني، مو أي واحد معصب معناته خلاص خلاص هذا ما يقع طلاقه، لا طلاق في إغلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشكلة سكر باب النيكي مع صفة هو بنوب. أول مروحة شوي، الله يرضى عليك، أول شوي أول يا شيخ ما حكم الاستغاثة أمس، قلت يا محمد قدام واحد صار اللي كافر وما بعرف شو أنا مسلم. لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، هي كلمة يعني تقال يعني. ممكن طلعني عندي أسئلة، اسألني على الخاص إذا حبيت أو اسألني على العام إذا أمكن. تمام أخي الكريم، منور شيخ، الله يبارك فيك أخي بسام عرباش، حياكم الله. دعمونا البث إخواني بعد إذنكم، إذا في مجال حققونا الأهداف موجودة هون، ما بعرف شو طالبين منا أهداف عشان يطلع البث. ونحن إن شاء الله بنطلع جيستات معكم بإذن الله، بس لكن مو هلا، مو هلا يعني. الله يبارك فيكم، في أوقات معينة إن شاء الله بنطلعكم فيها جيستات، لكن يعني سبحان الله ما عم حبذا الأمر هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يتوب علينا، نور يا شيخنا بعد زمانك. الله يبارك فيكم، حياكم الله، الله يحفظنا منك. تاج راسي، انتو تاج على الراس، الله يبارك فيكم، بحبكم في الله، والله لا نبغض احد. اما في ناس سبحان الله يعني يبغضوننا ولا يريدوننا،
أن نخرج على البثوث، ولا يريدوننا، ولا يريدون أن نتكلم يعني وننصح الناس وندلهم على يعني على الطريق الصحيح. بدهم كلاتهم يكونوا ضالين، بدهم كل الناس يفوتوا على جهنم. هذول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يهدينا ويهديهم. الشيخ لازم يكون أخلاقك مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش وين العبرة بذلك؟ شيخ حكيت لفيه إنه عيد المولد النبي وقال لي ما بصير وبدعة صح يا شيخ؟ لا تقول فيها، هذا من الجماعة جماعة خيبر. شيخي هل سوف تأتون على غازي عنتاب؟ والله نحن عند منا ثلاث أمور محسن نطلع فيها، بطلع على الشوك، على اليوزبير، على البيم، على الجنينة، على المول، خمسة عشان بس هذول. أما أطلع لنيك على غازي عنتاب يعني بدك إذن سفر، عرفت شلون؟ وإذن السفر يعني هلا صعب بالأيام، يعني هلا وأنا شوبت كثير ما بعرف شو صار. لا أنصح بس في غير تطلب المصاري من الناس، لا 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 أنصح فيه، لا أنصح بس من غير تطلب المصاري من الناس. أبو سفيان الكلبي عم تحكي معي ولا بالتليفون؟ أخي أبو سفيان ما رأيك في الدين تبعنا؟ أنت اسمك المسيح هو الله. شوف يعني داخل هلأ هو هون وما حكى ولا كلمة، بس حب يرمي بلاء وحب يشوش، ولا بيكون قاعد عم يبلغ مشان حضرته ينهي هذا البث ويكون قد انتصر، يكون قد انتصر علينا ويقول شفتوا شلون انه كيف هذا الشخص يتكلم. هذا ان الدين عند الله الاسلام. تمام اخي الكريم. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنصحك بتروح كبس على الشاشة مثل ما كتموك، أنصحك تروح عند الشيخ عبد القادر جابر وسوف يشرح لك عن العهد القديم والعهد الجديد وماذا في داخله. مشكلتنا نحن إخواني الكرام نعم نقرأ بكتبنا، سواء كنا مسلمين ولا مسيحية ولا شيعية ولا مين ما كان من الطوائف، ما حدا عم فاتح كتاب عم يقرأ. ثقافتنا عبارة عن مسلسلات ممكن نشوفها أو ممكن نشوف فيديوهات، وشفنا فلان فلاني عندهم منه مثلا آلاف المتابعين، فلذلك هذا الشيء قدير وهو يكون بالعكس سبحان الله. فبدك تعرف كيف تشاهد فيديوهات تكون مشاهدة موثوقة عن مشايخ موثوقة. تمام، في قنوات كتيرة موجودة عبر القنوات عبر السوشيال ميديا، فبدك تتابع الناس الموثوقين من أهل العلم الموثوقين. تمام، تتابعهم وتشوفهم وتشوف العقيدة. في كتير ناس يعني في هذه الآونة الأخيرة شفناها أنه تراجعت عما كانوا عليه. تمام، حتى في مدارس أبطلوا مواد عندهم منهم لأنه وجدوها أنه هذه المواد غير صحيحة يعني بالنسبة للقراءة والقراءة. ولا أريد أن أتكلم بأكثر من هذا الأمر، يعني حتى أنه رفضوا هذه الكتب وحطوا منهاج جديد لأنه عرفوا أن هذا المنهاج مو ظابط. تمام شيخ، انت رحت على معرض كتاب اسطنبول كأنه شفتك هنيك. ايه رحت فتلت هنيك شوي وشفت عجقة كتير وما حسنت وقف، يعني اخذت بعض الكتب لأولادي وذهبت. شيخنا الطلاق اكثر من مرة بنفس الموضع وبنفس التوقيت، هل يحسب طلاق الطلاق على الخاص؟ بالنسبة لموضوع الطلاق على الخاص بسألك شي 15 سؤال تمام ونعرف احنا باذن الله وين نوصل بطلاقك. شو شب الحرب رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى ان يجعله من الشهداء
وأن يحشرنا معه إن شاء الله. المولد هو محدث فعله أحد قبلكم، مين نحن يعني؟ أنت عم تقول فعله أحد قبلكم. ما في مشكلة بالنسبة لموضوع المولد النبوي الشريف، نحن نحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحببت أيضا يعني احضره، ما حبيت تحضره لا تحضره، خلاص لا تحتفل. الواحد من الناس يحتفل بمولده، عرفت شلون، ولا يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في أي مشكلة، وهي سنة حسنة أو بدعة حسنة. في بدعة حسنة وفي بدعة ضلالة، وهذه بدعة حسنة. السلام عليكم يا شيخ، ماذا تقول بما ما رأيك في كتاب، شو اسم الكتاب شيخ؟ أنا بدي كتب إمام أحمد بن حنبل، وين فيه؟ في بالمكاتب، إذا أنت مثلا كنت قريب على إسماعيل آغا بتلاقي في مكتبات مليانة، بالفاتح في مكاتب، على فوت جوا على الفيسبوك اكتب اي مكتبه بتلاقي كتب موجوده، تروح على المكتبه بتشتري هناك، او اذا حبيت بتفوت كمان على سيدنا الشيخ جوجل وبتاخذ كتب من عند منه بي دي اف. في مواقع بتعطيك بي دي اف، في مكتبه الشامله موجود فيها الاف الكتب، في مواقع التليجرام موجود فيها الاف الكتب بي دي اف. بنصحك انه تدرس كمان مع شيخ، مو تدرس لحالك، انه اذا درست لحالك بتضيع، بتضيع الامه كلها وراك. فلذلك اي انسان بده يقرا، بده يقرا يتبع مع شيخ، لان هذا العلم يؤخذ من الصدور لا يؤخذ من السطور. تمام، هذا العلم يؤخذ من الصدور لا من السطور. فكتير مسائل سبحان الله بتلاقيها موجودة عند منك تشتغل فيها، لكن بتلاقي انه المشايخ عم يشتغلوا غير موجود في الكتب. هل هدين اخذوا علمهم من خارج الكتب؟ لا، بالكتب، لكن في اجماع. تمام اخي الكريم، في اجماع، مثل هذا الذي المجلس الذي يعقد في جدة، يجتمعون كل فترة وينظرون بالفتاوى القائمة المحدثة، فيأخذون قرار واحد ويبثون هذه الفتوى عبر موقعهم. فالمشايخ مثل في رمضان كان كثير بالنسبة لموضوع الفتاوى، كانت من المجلس الإسلامي الذي عقد في جدة. فمثل التحميل، يعني المذاهب الأربعة تفطر، أما أجمعوا بأن التحميل لا تفطر. ففي بعض فتاوى بدك تأخذها، ما بتأخذها من الكتاب، بدك تأخذها من المشايخ. فلذلك تلتحق مع مجالس العلم الموجودة في الجوامع أو في المعاهد الشرعية. ما حد عم يكبس وما حد عم يدعم، والله شيء محزن، والله شيء محزن، شيء ببكي، شيء ببكي. وتروح تشوف جماعة دنكة اللي قاعدين عم يدعموا واحد، وبتلاقيهم حاطين له، عم يدخلوا له هدايا لتقول حاجة، وهذه القناة لا تندعم. طب ليش أدعم هذه القناة؟ خبيهم إلا بعطيهم لألو، روح يسكر فيهم أو كذا، والعياذ بالله أفضل. هذا للأسف صاير، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يهدينا ويهديهم. طيب أخي، أنا تركت الصلاة فترة بسبب مرض السرطان، لكن عدت صلي، هل علي قضاء صلوات القديمة؟ يا رجل، أول شيء يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يشفيك. أنت في مرض، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فتركت صلاتك أنت، وأنت لازم تكون بوقت تكون أنت في واقف أمام الله سبحانه وتعالى، بين يدين الله سبحانه وتعالى عم تصلي، تخت الصلاة مشان المرض. لو شو ما كان الإنسان بالعمليات، طالع من غرفة العمليات ووعي، تمام، وعي وما بحسن يتحرك، بده يصلي بالإيمان. آخر مرحلة هي الإيمان بالرأس، هي بعيونه وبرموشه وحواجبه، ما في آخر مرحلة، هي بالرأس. ما استطعت نهائياً
انه انت تصلي بالايمان خلص صرت تتعنق الصلاه. ف ما بعرف شو الناس سبحان الله ليش هيك، بس انا بتركوا الصلاه والله مرضان خلاص وجعوا راسه. في ناس سبحان الله بحكي بشكل عام يعني وجعوا راسه خلاص ما صلوا. بقرب ما بحسن والله وقف صلي. انا بزماناتي وقعت وقعه كبيره، طلعت لفوق عم نظف المدخنه عم دعست على ارميد، ذكرته انه هو منيح، فاول ما حطيت رجلي عليه طلع مثل البسكوت. نزلت فرد نزل تحت على الدرج ونزلت لتحت دغري، ما عاد حسن فز بنوب والله غصب عني فز غصب عني، يحملوني هيك وقف بالصلاه وصلي وتوضى وصلي، مع انه ما لي حيل نهائيا يعني، يعني وعى ماكنه يعني كسرت تكسير ماكي ما احسن اترك فرض نهائيا علي، ولا خلي لي فرض يروح علي حتى صلاه الصبح على الاقل من مهلي يروح. اصلا ما اصلي الحمام بدي شي ساعه، ما احسن وصل على الحمام على مغسله الا 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 هالكون، اتوضى وروح على الحمام على الدوش، كنت على رجلي مي مشان ما ارفع رجلي لفوق، وقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى وصلي. صلاتك اهم من اكلك وشربك، صلاتك. فبدك ترجع تعيد الصلوات اللي روحتها من ايدك اخي الكريم. انا طلت في الشرح لكن للافاده. الله يبارك فيك، انت شامي؟ نعم انا من الشام من دمشق. شيخ اليوم طلبنا جست على البثي بس ما طلعت. آه نعم أنا رأيت بثك، لكن أنا يعني ما بدي أتكلم ولا بدي، أنا عرفتك بس سبحان الله يعني الله يهدينا ويهديك. قول آمين. يعني هذا الشيخ توفى له ما له وعليه ما عليه، و يعني أفضى بما قدم، ف يعني نصيحتي لك بس هيك يعني من باب الأخوة يعني إنه تترك هذا الأمر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهمت علي أنت منيح عشو أنا عم بحكي يعني. الله يبارك فيك. أنا نعم أنا ابن الشيخ فتحي، أنا بنزل لك أساتذة. الله يبارك فيك. شو قصة المطلقين؟ والله كلنا عم يجينا بلاوي على الصفحات تبعتنا، عم يجينا فتاوى طلاق ما أنزل الله بها من سلطان. والله يعني كله لابس الخواز ومستعد كلياتهم من غرفة لغرفة عم يفوت عم يلعبوا ببجي وحلبات مصارعة، عم يحطوا على الكنبايات كل واحد هنيك وحاطين له بشكير ومنشفة هيك على كتافه ودقوا الجرس وينزلوا ببعض. هيك صفينا نحن، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حكم تارك الصلاة؟ حكم تارك الصلاة إذا كان جاحدا بها فهذا كافر بالإجماع، إنه والله في صلاة وأنا ما بدي أصلي، بعرف إنه في صلاة بس أنا ما بدي أصلي، خلاص هذا جاحد، هذا كافر بالإجماع. أما بيعرف إنه في صلاة بيقول لك الله يهدينا خلص يعني ان شاء الله تلاقينا حصلي باذن الله، طول بالك علي بس شوي هيك، ما بتلاقيني غير وقفت انا وتوضيت وصليت بس شوي معلش، هو عرفان انه في صلاه وعرفان حاله انه مقصر، هذا له افتاء على المذاهب الاربعه. عند المذاهب الاربعه بعض منهم يعني من الفقهاء الاربعه قال انه يعني مثل امام ابو حنيفه هذا يحبس تمام، وكل وقت صلاة نزل قتل فيه لحتى يعني يفز يصلي، ما فز صلاة بضلوا عم نزل قتل فيه لحتى يقول انه خلص انا حصلي. لكن هذه الاحكام يعني ما صفيت هلا، مين عم يقتل الثاني مين، ما في حدا عم يقتل هلا، اذا السارق اليوم لا تقطع يده والحدود معطلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. شو قصة المطلقين في أوروبا؟ والله في واحد طالع ما بعرف، هذا شفت له كم فيديو طالع عم يحكي
عن الناس اللي عم يصير باوروبا، شو عم يسووا باوروبا مع بعضهم. اخر يمكن فيديو يمكن نزله، يمكن انا مو متابعه بس هيك عم يطلع لي فيديوهات، يمكن انا اشتركت معه هذا الشخص، بس لسانه مو له هذا بنوب، فبيسب هو عم يحكي يعني، بتلاقيه عم يسب وكذا وهي، بس بيوصل لك المعلومة. ما بعرف شو هو، سبحان الله، الله يدينا ويدي الثاني كمان. قال بس صابح حسين يبطل العادة تبع السب وما السب. ايه ما بعرف شو صاير بأوروبا، بعرف انك عرفتني وبعرف اني ما عجبتك. انا لا اخي، انتم كلكم اخوة، لانه والله يعني نحن لا نكره احد، والله والله نحب الناس كلياتها، لكن في بعض المشاكل شوي يعني لازم نبتعد عنها نحن. يعني مو ما بدنا نحن نجيب مشاهدات اخي الكريم، ما بدنا مشاهدات. لو بدنا نجيب مشاهدات لهلا اعمل انا ممول ونعمل ضجة كبيرة ما بدنا اخي، ما بدنا. اي لك شيء شغلة هيك يعني تجمع الناس هيك كلياتها على صحن واحد وعلى لقمة واحدة، عرفت شلون؟ خلينا نوحد صفوفنا بس. سبحان الله يعني تعبنا والله، لكن يعني مستمرون لحتى اخر رمق، حتى الله ياخذ امانته ويطلع من الدنيا نحن، وما نكون عند منا حدا لا عم يشتمنا وما نكون نحن برقبة حدا. سبحان الله، الله يبارك فيك اخي بشر. نعم، بدنا درس عن علامات الساعة عندما يخرج المهدي إن شاء الله بإذن الله. يعني نعمل دروس بإذن الله، حتى بس إنهي هذا الكتاب. والله أنا بالنسبة للكتاب اللي هلأ مبلش فيه أنا، حينتهي بإذن الله، هو السيرة النبوية من كتاب مختصر الرحيق المختوم. يعني إن شاء الله يعني كنت بدي صور، والله مبارح أخذت عدد تصوير وطالع صور أنا باستوديو خارجي يعني متواضعي. لا تقولوا انه هو معه كاميرا ومعه كذا، لا هو جوالي نفسه هذا عم يحكيكم منه بصور فيه، اخذ ميكروفون صغير لاسلكي وهي العصايه السيلفي بحطها وبحط الفيديو وبشرح فيها. يعني استوديو متواضع، شوفوا انتم اذا حبيتوا تفوتوا تشوفوا الحلقات موجوده يعني، حاططها عند مني، وفي عندي على اليوتيوب، في عندي على اليوتيوب كمان قناة وفيها كل شيء، حاطت السيرة هي. فوصلنا نحن لغزوة خيبر، انتهينا منها، حنبلش هلا في غزوة جديدة. هذا من أشد متابعيني ابني، الله يسلمكم ويخليكم أولادكم، من أشد المتابعين، كل يوم من الصبح لآخر الليل على نفس الفيديوهات، ما بيروح بنوم. الله يبارك فيكم. بابا الله يبارك فيك اخي بشر، حياك الله. ما حكم تارك الصلاة وسب الرسول والعياذ بالله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم تارك الصلاة ذكرنا، اما سب الرسول هذا خارج من 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 الملة كلها. هذا هذا اذا عامل اعمال يعني مو مخلي صلاة، مو مخلي عبادة، مو مخلي، حبط عمله كله، كل شيء راح باء منثورة ابدا. بكلمة واحدة بتروح كل شيء عليك، صيام وصلاة وقراءة قرآن والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يعني بده يدي باله على لغليغه، كل واحد يدي باله على غليغه. فهذا اللي عم يسب هذا بده قطع، بده قطع. حسبي الله ونعم الوكيل. بيت المطلقين في أوروبا صار. ما فهمت عليك اخي ابو جورج، يعني لكن يعني باين انه في مشاكل كثير بالنسبه لموضوع اوروبا فوق، فانا بعطيك صفحه تتواصل معها باوروبا اذا كنت انت عم تحكي من يمكن المانيا هيك، عم اظن انت عم تحكي من على المانيا فوق. ما بعرف شو اسم الصفحه، هلا بجيب لك اسمها. ايه مسجد بارشيم، اكتب بالعربي مسجد بارشيم، فبيطلع لك الصفحة وفيها طلاب ما شاء الله موجودين هنيك، وهن يعني عم يشتغلوا فوق شغل حلو، وحاكيهم إن شاء الله وبتستفاد منهم بإذن الله. لكن حاول إنه لا تجيب سيرة سلفية وما سلفية، لأنه هن يكرهون هذا الأمر.
بس يعني بحزروك بيطلعوك. شيخي بدنا درس عن علامات الساعة. مالك اخي معاوية؟ والله خلاص هلا الاخوة حيحطوا لك اياها على الجزيرة. هلا وين مقيم حضرتك؟ في اسطنبول اخي الكريم. احلى شيخ، حياك الله اخي تكاسلا. والله يا اخي يعني العمر قصير، العمر قصير والرحلة يعني جوز باي وقت تشارف على الانتهاء، ما حدا بيعرف حاله انت بده يطلع من الدنيا. فلذلك يعني حاول قدر الامكان عبي اغراض وزواده واحمي حالك واطلع. عرفت شلون؟ اطلع انت ومحمل احسن ما تطلع فاضي. لانه اذا طلعت فاضي لفوق عرفت شلون؟ بدك تتمنى انه تنزل تقول لا اله الا الله او تقول سبحان الله بس. بتمنى ان الناس انه يرجعوا يعملوا عمل صالح. قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فشو الجواب اجا؟ كلا. فالله يحسن خاتمتنا، قولوا امين. منور ابو فتحي، حياك الله اخي محمود. وين مقيم حضرتك؟ في اسطنبول. سلام على من اتبع الهدى وامن بالله وصدق. هل يجوز ذكر محاسن ابو لهب؟ عود عائل. السلام عليكم اخي ابو فتحي، طيب من الطيبين، الله يبارك فيك حياكم الله. شيخ طلع زلمه مرته هو وهبلان. شو شيخ طلع الزلمه مرته هو وهبلان؟ شو وهيلان؟ ما بتزبط. وعصبان ضلت تصيح عليه مرته طلقني لحتى جن وطلقها محسوبه شيء. اخي حكيني على الخاص، حسبي الله ونعم الوكيل. مش بايع تقول لك طلقني طلقني اكيد يعني حتطلقها يعني حتقول لها لا خلاص لا كنك زلمه طلق اكيد يعني حتطلق. شفنا درس على علامات. مالك اخي معاويه؟ رح نحكي باذن الله. هل يجوز قضاء سنه من الرواتب على المذهب الشافعي؟ سنه الفجر، سنه الفجر تقضى، اما بقيه السنن يعني لا تقضى. يعني بامكانك اذا انت عليك قضاء تترك السنن وتشوف القضاء. تمام، شوف القضاء عند منك. بكره بيطلعوا ترند مشان عيد المولد. عم يطلع ولا شوي شوي؟ هلا هلا ونحن هلا في شهر المولد ولسه العالم لسه هلا ما عم تسال اسئله يعني عاديه لهلا لسه. شو حكم الاحتفال؟ شو كذا؟ نقول لهم جائز كذا. بيجي اخر شيء بيقول لك شو الدليل؟ اعطيني الدليل. الصحابه الكرام احتفلوا الكذا. بلش بقى انت بدك تقعد تجيب له الدليل. هو بيكون قاعد عم يشرب كاسه متي، عرفت شلون؟ او يشرب كاسه الشاي ومسطح ولافف رجع على رجل وبده الدليل هو قاعد، عرفت شلون؟ شو الدليل؟ انه في احتفال بمولد. يعني انتم جماعه بدع هيك معناتها؟ يعني انتم جماعه بدع عم تحتفلوا بعيد المولد النبوي الشريف ولم احد يحتفل به من الصحابه الكرام؟ يا جماعه الصوفيه هيك تجي عم تحتفلوا؟ اعطيني صحابي واحد احتفال. اعطيه انت مسكين بدك تروح تجيب له الدليل، عرفت شلون؟ دور له على الدليل والدليل موجود يعني والدليل موجود، لكن انت بحث عن الدليل. حتى الشيخ الاسلام ابن تيميه ذكره في كتابه مجموع الفتاوى بالجزء اللهم صل على سيدنا محمد، قول معي الجزء الثاني يمكن صفحه 300 عن عين والراس. الاخ عم يدعم حياكم الله. فروح شوف الكتاب هذا انه هو لا عفوا مو كتاب مجموع الفتاوى. ايوه في كتاب اخر. دقيقه واحده. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على رسول الله. في كتاب
علق الكمبيوتر كلياته. طيب بس حتى يزبط الكمبيوتر بقول لكم شو الكتاب الذي اجاز فيه شيخ الاسلام ابن تيميه، وهن ما بياخذوا كمان برايه كمان. تمام، شيخ يصلي أمر بفتح بثوث، ما سألت عن المتابعين، أنا هي أول مرة بفوت بثك وسمعك عم تقول وين الدعم؟ أي عادي، شو المشكلة يعني إذا مثلا إنسان طلب الدعم من الناس، قالكم مثلا ادعموا هذا البث، ونحن نريد خيري الدنيا والآخرة، هل حرام الواحد يأخذ خيري الدنيا والآخرة؟ عرفت شلون؟ وين الحرمانية؟ يكون بدعة ماني عرفان مثلا، ابتدعناها الآن انه نقول وين الدعم. طولوا بالكم يا جماعه، يعني مو كل شغله بدعه او يكون في مشكله. يعني اذا انسان طلب دعم من حدا، شيخ حابب اسال سؤال. طيب على كل حال بارك الله بالجميع. طيب الله يبارك فيكم، حياكم الله. كيف يتم سداد الدين اذا تغير سعر صرف العمله المحليه وقت الاستحقاق؟ والله انا حجاوبك انه يقلب ذهبا في يوم العقد. تمام، واذا انت احببت تتوسع بهذا، انا حطيت فيديو داخل الفيديوهات تبعي عن الدين كيف بتحسن تسدده. تمام، فوت لشو انا عندي واسمع الفيديو، مو انا مو انا حاطه للشيخ من مشايخ الشام. حكم من بشر بالجنة بالرؤيا، سمعت صوت الله يقول لي ادخل الجنة، كان صوت ضخم ومهيب وجميل. الله يجعلنا ويجعلكم من الذين يدخلون الجنة، والذين يدخلون مع 70,000 بدون حساب. قولوا آمين إن شاء الله. يعني رؤيا جميلة يعني ومبشرة بإذن الله. أنا لا أفسر أحلام يعني، لكن يعني باين من الرؤيا انه رؤيا صالحه باذن الله. والذي يؤكد على ذلك يعني منام احد الاشخاص الصادقين، يعني قال يعني نفس كلامك لكن بغير معنى. باذن الله يعني جيد باذن الله. الله يبارك فيك. والله يا شيخ في مساجدنا بالشام فيها اضيحك انه نحن نسير على خطى الصوفيه، الرجاء الجواب. يعني شو مثلا معنى كلامك اخي كريم؟ شو يعني شو الصوفيه؟ انت حتى عم تقول انه الصوفيه وكذا يعني هل مثلا تصف بكلامك هذا مثلا ام الصوفيه عبادين قبور؟ يعني مثلا كذا تقول، يعني اي فكره بتوصلها لانه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو عالم؟ أفضل لما قدم. أفضل لما قدم. ما نريد أن نقول يا سلام أنه نتحدث عن أحد، عرفت شلون؟ لكن أنا إذا أحببت أرسل لك كتاب، أرسل لك كتاب أخي محمود و الشيخ يعني عامل مقدمة وذاكر فيه يعني هذا الشيخ. تمام أخي الكريم. السلام عليكم شيخ، فسر أحلام. لا نبي أحكام على الأحلام، أنا أرى أن الصوفية قريبة على الشيعة والله أعلم. هيك أنت متهيئ لك من كثر ما عم نشوف فيديوهات، فتبين لك انهم كذلك. يعني اعلام قوي دخل هذا المدخل، وفيديوهات ويوتيوبريه ما عندهم شغله وعمله الا انه يتكلموا بهذا الامر. فنحن صرنا في زمن الترندات، اي واحد بده يطلع ترند فبيحط الصوفيه ويتكلم عنهم ويحطوا له ناس عم يهزوا ونشوفه هي الإسلام، هذا هو الصوفية هيك.
يطعنون في الصوفية. مع انه سبحان الله انا حقول لك شغلة، يعني انا برأيي الشخصي هذا بغض النظر عن كل رأي طرحوه الناس، لكن انا ارى بان الله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء الناس ويظهرهم تمام على جميع الخلائق. بينما اذا ارتحل عالم من علماء الاخرين ما عم نسمع عنه شيء نهائيا. ليش؟ لاحظت شيء انت معي؟ اللي ايه او لا، او حدا يجاوبني، انه بتلاقي هذا الشخص اللي انت قاعد عم تطعن فيه وتقول انه هذا شخص عباد قبور، وراكم عباد قبور، لانه الصوفية هن اهل علم، مو اهل لا انت ما ترميه انه هن عبادين قبور وكذا. انه نحن بنلاحظ انه رب العالمين بيرفعهم الرفعة قدام الناس كلياتها، وباقي العلماء اللي من غير يعني طريقة تلاقي ما نسمع عنه نهائيا شيء نحن، صح ولا لا؟ وعليكم السلام اخي ابو براء، ابو البراء شيخ ليش ما ترد علي؟ ما حدا اذا مسيحي شاف حدا من المسلمين برأيك الله يحكي عن الاسلام ولا عن هذا الشخص نفسه؟ استمريت على الرؤية أكثر من سنة. مع أنه سألت رب العالمين أشوف بالرؤية إذا كنت سأدخل الجنة أو أدخل النار. أخي نحن لا نبني أحكام على أحلام. يعني إذا وجدنا من المنام مثلا أشياء ما حبيناها ما بنحكيها، مثل ما علمنا سيدنا النبي نستعذ بالله ثلاثا و ندفن ثلاث تفلات على كتفنا الأيسر ونقول الحمد لله الذي كان هذا حلما. إذا وجدت مثلا ما تحب بإمكانك تتكلم عليه هذا المنام وتقول له مثلا الأحباب إنه والله مثلا لقيت الجنة ولقيت أنهار ولقيت كذا وكذا وكذا، إن شاء الله 400 يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة إن شاء الله. بالسنس الواحد إنه يحكي رؤية لحدا. ما إذا رؤية، إذا كانت رؤية غير جيدة، منام شفناه حلم من الشيطان أو حديث نفس، فما بنحكي فيه ولا بنتكلم فيه. بس شو عندك علم بالصوفية؟ السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام شيخ، سؤال تفضل. أنا سمعت رقية شرعية وبعدها تعبت كتير، شو السبب؟ جزاك الله خيرا. حالة نفسية عند البعض، يعني قولوا مثلا والله أنا تعبت، وجعني بطني، وجعني راسي، خلص معناتها هي الرقية ما زبطت. والرقية اخواني الكرام انا ما بنصح احد نهائيا، مثل بعض العالم اللي عم يطلعوا بثوث وعم يتكلموا بالنسبة لموضوع الرقية وحاكونا على الخاص ومعليكم رقية على الواتس اب والى ما شابه ذلك، انا ما بنصح احد نهائيا انه يفعل هذا، انه هذا باب من ابواب الشيطان والعياذ بالله. فلذلك الإنسان إذا بده يرقي نفسه مباشرة بتوكل على الله سبحانه وتعالى، بيفز على الحمام مباشرة، بتوضى وضوء راكز، وضوء اللي أمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي بيفتح قرآن ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ويجلس ويذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى نفسه أنه مثلا عليه شيء وتقل وكذا وأنه في مشاكل عليه كذا، ف يضع يده مطرح الألم ويعني يقرأ الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات و يعني الأذكار الواردة بالكتاب والسنة. أما والله فاتح واتساب وشغال عم يقرأ له وقاعد هيك، نعم يا سيدي عم يقرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. أنت اقرأ يا أخي، أنت اقرأ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
هل أستطيع عدم اتباع أي من المذاهب الأربعة؟ لا أخي، بدك تتبع المذاهب، عندها مذاهب أربعة بدك تتبعهم. ليش ما تدع السؤال هل يجوز اسم بيان؟ لا أعلم. هي رديت على السؤال. شيخ أنا بصراحة أخذ علمي من الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان، ما رأيك؟ لا أعلم عنه شيئا. ما معنى تجصيص القبور؟ مين مجصص قبر عند منك أخي محمد إدلب؟ من وين جايب هذا التعبير؟ مثل مرة سألوه الشيخ، قالوا له هل زكاة الركاز ليش فيها؟ قالوا شو هو الركاز؟ عم يسألوا للشيخ، وجهي صار يوجعني وعيوني بسببه بعد ما سمعته. والله هي حالة يعني، هي حالة. فالإنسان بس هيك سبحان الله يصير معه أي شيء بالنسبة للموضوع هذا، مثل الإنسان فكر إنه عليه سحر، فبيقولوا له أنت مسحور. متى ما قال له شخص أنت مسحور صار مسحور. متى ما الإنسان مثل الانسان صار انه يطلقوا عليه انه هو مسحور صار مسحور سبحان الله. فلذلك هي حاله نفسيه، انه والله بعد ما قرا لي صار عيوني يجعوني وصار وعي شو قلبي يجعني وصار راسي يجعني، خلاص ما في شيء، ما في شيء نهائيا. واحد يعني لا يدخل بهذا الامور مشان ما يعني تتعب نفسيته، خصوصا بعد قراءه القران. بالعكس يعني قراءة القرآن بتريح القلوب، قراءة القرآن يعني بتخلي القلب يرق، قراءة القرآن والذكر يعني قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ما بيصيبه شيء بإذن الله. امرأة متزوجة وحردانة عند أهلها وعم تطلب الطلاق وجوزها ما عم يطلق وما في كتاب محكمة، ليش حرداني؟ حكينا على الخاص اخي حموده نشوف شو المشكله. يا شيخ فتحي الدين امانه وسوف يسال الله عنها. نعم ممكن نتعرف على محاسن مذهب الصوفيه بارك الله بكم. الفقهاء كلها صوفيه، الفقهاء والعلماء كلهم صوفية، صوفية أهل علم. حمودة كتير كتير عم تكرر يعني، يعني معقولة 50 رسالة؟ وإياكم إن شاء الله. بس تجصيص القبور يعني رفعها والكتابة عليها والله أعلم. أنا والدي رحمه الله يعني قال إنه لا حدا يشتغل بقبري، يعني بدي قبري يكون على الأرض، بس حاطين بلوكي وهذا اللي بدي إياه أنا، يعني مشان ما إنه يصير يعني في مثل إنه أولي من أولياء الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك ويرفعون له القبور لفوق. فطلبنا من طبعا المقبرة انه ما يساوي هذا الامر، انه نخليه مثل ما هو القبر، ما رفض، يروح يدهنه اخضر القبر، يدهن الفوق هذا اخضر كمان الحيطان، نجي نحن دهنه بالابيض، بده يرجع هو دهنه بالاخضر، رح يصير مثل النمر الوردي. تعرفوا النمر الوردي لما كان هو والثاني هذا الابيضاني، لما هو يدهن ازرق وذاك يدهن شو اسمه زهري، هيك صار هو يدهن ونحن ندهن، وما بدنا هيك هيك، بس ما في هيك اخي، بده عمله، في عمله عم تجي، في عمله بيجوا لوين قبل الشيخ فتحي الصافي، ليكم بيجي بقرا الفاتحه، بيجي دك ثاني بيوقف جنب منه بيرحمه. نعم بيعمل له هيك قدام القبر هيك انه يلا، بيجي ثاني بيناوله الخود الله يجزيه خير ادعي لنا.
الله يرحمك يا شيخ فتحي، فتحت علينا الباب بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هيك صفينا نحن، هلا كل واحد يعني عم يدور على باب رزق يكون له مشان يحسن يطلع. واتركوا ما يقول اباؤكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني لو الوالد اراد باب هذا الرزق هذا، يعني كنا نحن لم نتواجد الا في اماكن كبيره جدا يعني، لكن لم يرد الدنيا، اراد الاخره. فمن اراد الاخره فعليه بطلب العلم، ومن اراد الدنيا فعليه بطلب العلم، ومن اراد الدنيا والاخره فعليه بطلب العلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم، انا حلمت اني كنت عام اقطف رمان، شو المعنى؟ الله يكتب اجرك. والله لا بدي احكي معنا الاحلام. يعني الانسان اذا راى منام، كما نذكر يعني في كل بث، انه ما ياخذ هذا المنام على يدور فيه من معبر او مفسر او كذا، ويقعد يسال واحد واحد. خلص لا اعلم والله انا، يعني بدك تبحث ابحث، بس رحله طويله حتكون معك. السلفيه، السلف الصالح مو افضل اخي. السلفيه هن وهابيه. اي السلفيه، السلف الصالح هن السلف الصالح، مو سلفيه يعني هن السلف الصالح. لا عرفت شلون اخي الكريم؟ الله يبارك فيك. طيب اخواني الكرام، يعني انا بنتهي يعني هذا القدر ان شاء الله. نراكم في بثوث اخرى. الله يبارك فيكم. يعني حياكم الله. اللي عنده سؤال وما جاوبته يسال على الخاص. الله يرحمك، يرحمك الله. شيخنا الحبيب، قراءة القرآن على الميت بدعة لأن ما ثبتت على سيدنا محمد ولا على الصحابة. تمام أخي الكريم، يعني بعد عمر طويل إذا توفى أحد من عائلتك بعد عمر طويل أو توفيت أنت، نوصي الناس أنه لا يقرأوا الفاتحة. خلاص بنقول له لا يقرأوا الفاتحة هذا، لأنه لم تولد عن الصحابة الكرام وعن الرسول، فنحن ما حنقرأ لك الفاتحة بنوك. تمام أخي الكريم، لأنه ما وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإياكم، حياكم الله. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.